هذا المشروع عبارة عن خوذة، هذه الخوذة ذكية يعني تحتوي على نظام ذكي، الهدف منه التواصل مع الجندي بشكل مستمر وأخذ يعني العلامات الحيوية لهذا الجندي من خلال ساعة ذكية مربوطة من خلال سيستم نتوركينج أو شبكة توصل هذه العلامات الحيوية إلى غرفة التحكم أو الكوماند روم، بالإضافة إلى أن السيستم مدعم بحساسات مختلفة لقياس درجة الحرارة ولقياس الرطوبة في الموقع. فكرنا بالبداية بأكثر من فكرة من وين نبلش بالسمارت هيلمت، كنا بدنا نعمل سوت كاملة، بعدين بعد التفكير العميق صراحة اتفقنا انه نعمل خوذة عسكرية لكثير اسباب، انه الحرب مستحيل نتخلى عن الخوذة، ثانيا الحماية اساسية، رابعا هم بيستخدموها لكثير كومبوننت على الهيلمت مثل الجوجلز مثل السماعات الكوميونيكيشن كثير اشياء، فاجت فكرتنا انه خلص نخلي الخوذة تبعتنا بس للميليتري. التحديات اللي واجهتنا بالمشروع كانت هي بعد تجميع الداتا من الحساسات كانت نقلها إلى غرفة التحكم. في بيئة الحرب الإنترنت والاتصالات غير متوفرة، فإحنا رحنا لإشي بيشتغل بالراديو فريكونسي واخترنا قطعة لو هيلتك لورا اللي هي من خلالها بتنقل المعلومات الحساسات إلى غرف التحكم لمراقبة حالة الصحية للجندي بدون انقطاع.